يعطيكم ألف عافية. بعد الجميع الشادي حاشم عرف عليكم المحاضرة الماضية بالنسبة للأجريمنت. How to compute the specific gravity. وبشكل عام أخذنا إحنا the general rule. How to compute the specific gravity. بإمكاننا نحسب نحن حسابات أو حسابات نظرية statistical calculations. بإمكاننا نحسب four types. Absolute specific gravity, apparent specific gravity, bulk specific gravity, open dry and bulk specific gravity, SSD, or ما يعرف saturated system. هلا هناخد procedure for determining the specific gravity for coarse aggregate and another procedure for the fine aggregate. لكن في فورد تيست هنتعرف على مرحلة السامبلينج أو تحديد المعلومة. في الأغلب بيكون في إحنا عندنا فيلد سامبل اللي موجودة من الفيلد، وبعد هيك بنحضر سامبل أخرى للتيست. لكن بالعادة لما تكون أنت موجود في المختبر بدك تشرب تجربة، هتلاقي إنه المهندس أو مشرف المختبر محضر عينة تكون موجودة، سواء من أجريجيت فاين أجريجيت أو كورس أجريجيت حتى نبدأ التجربة. كيف تم تحضير هذا الفيلد؟ في الأغلب إحنا لما بيكون في عندنا سامبلينج في عندنا مينيموم بتكون ويت فور السامبل. فمثلا for this field sample الأرقام مش بالحفظ بس نحكي كيف ممكن حضر نحن السامبل. بيكون في عندنا different sizes وأنا بحكي نحن for أكثر من size for example number 8, number 4, 9.5 and so on. Well, this is the minimum mass for each weight or for each size. هذا محددين. هذه العينة هي خطوة تحضيرها من المختبر. بعد ما نحن نحضر العينة من الفيلد step number 2 بتكون هي عملية تم تحديدها أو تحديد عينة بطريقتين ما يسمى الكوارترينج والطريقة الثانية الميوزيك ميكانيكال سيلفر. إيش هي الكوارترينج؟ بداية بتنخفض العينة جيدا نحسب السايز اللي كان محددا في السلايد بعدين يتم تقسيمها إلى أربع أرباع بهذا الشكل إلى أرباع يتم اختيار ربعين متقابلين واستثناء الربعين المتبقيين بهذا الشكل. بعد هيك الربعين المتبقيين يتم خلطهم بهذا الشكل مرة أخرى، تقسيمهم مرة أخرى إلى أربع أرباع يتم إلى قبول أو نحن نأخذ ربعين متقابلين ويتم استثناء هلا الربعين الآخرين. فبتصفي عندنا نحن هذا السامبل اللي آخر شيء ليش السامبل؟ هذا السامبل حنأخذ منها مينيمم ماس فور ذا تيست ونحن حنبلش فيها. هلا الطريقة الأخرى ما تعرف الميكانيكال سبليتر طبعا هذا الطريقة فور ذا كوارترينج هذا أربع أرباع يتم استبعاد ربعين ونحن يتبقى ربعين فقط. This is the mechanical splitter. بمختبر المواد في الغرفة الخاصة بالأجريجيت إذا أنتوا أخذتوا السيف أو هاي هتشوفوه موجود داخل غرفة الأجريجيت وموجود داخل بهذا الشكل. يتم العينة طبعاً أوريدي نحن حضرنا أو الموجود المينيمم أو عن السامبل مينيمم سامبل يتم إضافتها في الميكانيكال سبليتر وهي تفصل بشكل تلقائي بمعنى آخر هي مجهزة بحيث تفصل العينة إلى نصفين بعدين نحن نأخذ جزء ليس النصفين نأخذ جزء أو نصف من العينة ويتم تحضير بعد هيك تيست سامبل. هلأ for the test sample minimum sample this is the minimum بتكون mass for the test sample العينة اللي في المختبر أريد فعلنا field sample and this is the test sample. هلأ هذه الأرقام في الأغلب هي based on standards أو ASTM فهذا minimum. فبالأغلب المهندس إيش بيحضر في الأغلب هذا الويتس حتى أو هذا الماشز حتى يكونوا موجودين وبعد هيك إحنا فينا نأخذ جزء من هذه العينة ونطبق عليها التجربة. هلأ نحن المهم كيف فينا نحسب أو كيف فينا نوجد ما يسمى بـ specific gravity. بداية نحكي for the coarse aggregate. هلأ إذا سألتم سؤالكم ما هي الطريقة المعتمدة لحساب أو تكمبيوت the specific gravity for the coarse aggregate displacement method. أوكي. اسم الميثود to compute the specific gravity for the coarse aggregate displacement method. وهذا الطريقة في الأغلب تعتمد على ما يسمى بقاعدة أرخميدس يعني هي الفكرة الأساسية. كيف حيتم هذا التجربة؟ خطوات التجربة بداية هناخذ العينة as a minimum test sample حيتم نقحها في المياه لمدة 24 ساعة اللي soaking in the water for 24 hours. After 24 hours هذا العادي نحن نعمله بالمختبر هناخذ هذه العينة بعدين نحن بدنا نحصل على saturated surface dry بمعنى آخر بدنا الكور يكون fully saturated لكن ايش السيرفس يكون جاف. أسهل طريقة نحن حتى نحصل على هذا الكونديشن هو استخدام مشفى ناشفة بحيث نحن ناخذ الأجريجيت ومنشفهم بطريقة بسيطة. كيف فيني أنا بالعين المجردة اللي أقدر أثبت أو أقدر أحدد هذا الشيء؟ مجرد ما اختفت اللمعة عن الأجريجيت بعد كل أو وصف فيه رطوبة من الخارج ايش نحن نقدر نحكي إنه وصلنا لهذه الحالة. الأشياء المهمة هي الروبوسون.
لكن احنا اول رمز بس نركز عليه اللي هي عباره عن saturated surface dry weight. saturated surface dry weight this is B. هو saturated surface dry weight this is B. هلا step number 2 بعد هيك هيكون في عندنا احنا ميزان. هذا الميزان مربوط بباسكت. الباسكت بالعاده ايش بتكون؟ مغمره في المياه. فنحن العينه كامله هذا اللي وزنناها اللي هي بي عينه هنضيفها ان دي باسكت. الباسكت بعد ايش هيك حتكون مغمره في المياه. هون حتكون الفكره انه في الاغلب انه بتكون حجم او بتكون هي فعليا حجم السائل المزاح ايش بيكون فعليا عباره عن اللي هي الويل او هي ما يسمى بالوزن كله داخل المياه. هذا الوزن ايش بيكون؟ بيكون عباره عن الويل اوف ذا اجريجيت او ساتشوريتد سيرفيس اجريجيت ان ذا ووتر. في وحده ابدائيه يعني ناخذها بالوضع الطبيعي وثاني ايش ناخذها ان ذا ووتر. هذا الرمز او نحن بنحكي له هذا الرمز هو عباره عن سي. فنحفظ هذا الرمز فهي عباره عن الويت اوف ذا اجريجيت ان ذا ووتر. اخر خطوه حيكون في عندنا بان بالعاده صينيه فاضيه بالعاده بنوزنها ناخذ دراي او ناخذ الويت اوف ذا بان ونضيف العجينه كامله ونخليها بالفرن لمده 24 ساعه. ليش حنضيفها بالفرن؟ لانه احنا ايش بدنا نحصل على العجينه تكون اوفن دراي ويت. فاخر وزن ايش حيكون في عندنا ايه؟ This is oven dry weight. تقريبا الفرن حرارته 105 سلسيوس ما يعادل تقريبا هذه الحراره. فبالاغلب الطلاب ثاني يوم ايش بيجوا بياخذوه؟ بياخذوا الوزن وهو وزن ما يسمى ب oven dry weight. هلا كم وزن حيصير في عندنا نحن؟ How many weights حتكون؟ ثلاثه. A, B, and C. نرجع نكرر مره اخرى. A, oven dry weight. B, saturated surface dry weight in the air او بالوضع الطبيعي. C هي الـ weight of the aggregate أو الـ weight of the saturated surface dry in the water اللي هي in the basket. هلأ إذا نستخدم نحن الـ weight so again نحن نحكي بركز بس في gravity is unitless بمعنى آخر هي عبارة عن ratio. فحنستخدم هون الـ weight بديلة عن الـ volume حتى نوجد ما يسمى بالـ specific gravity. فبداية to compute the bulk specific gravity of in a dry هي A over P minus C. إذا حنحسب الـ SSD أو الـ bulk specific gravity SSD هنستبدل بدل ما يكون عندنا الاوفن دراي ويت ايش هنستخدم؟ اس اس دي او اللي هو ساتشوريتد سيرفيس دراي ويت. عباره او اللي لازم نحسب الابيرنت سبيسيفيك جرافيتي فهي A اوفر A ماينس C. تو كومبيوت ذا ابزوربشن ايش هو الابزوربشن فعليا؟ هي الفرق ما بين ساتشوريتد سيرفيس دراي ويت اند اوفن دراي ويت. فهي B ماينس A اوفر A از بيرسون. الرموز رجع الرموز او انتم اربطوا الرمز مع الويت والمعادلات حفظ اوكي؟ احفظوها. هلا بس كمعلومه بس هون ايش هي البرك سبيشال جرافيتي افريج؟ نحن بالعاده من احلى التجارب از يونت ويت از اللاب العاده بيكون في عندنا بلندد اجريجيت. بلندد اجريجيت يعني خليط من الاجريجيت يعني جزء بيكون فاير وجزء اخر بيكون كروس. هلا من احد الحسابات اللي احنا بنستخدمها خاصه في حساب الفويد ريشيو بين اجريجيت بارتكلز برك سبيشال جرافيتي. فالسؤال اذا كان عندي انا عينه على فرض 60% كروس اجريجيت و40% فاين اجريجيت هل فيني استخدم الـ specific gravity for the coarse or for the fine؟ لا. هل راح اخذ الـ average كما او سجلت باخذ انا اللي هي الـ او الـ mean value يعني value 1 plus value 2 over 2؟ لا. نحن نستخدم ما يسمى فرق الـ specific gravity average وهون بيعتمد على الـ percent for the aggregate وايضا فرق الـ specific gravity. فحيكون بهي الحاله 1 over P1 مقصود الـ percent of the aggregate over the فرق الـ specific gravity for this aggregate. يعني إذا كان عندنا نحن 60% كورس و 40% فاين، كيف حتوجدوا هذه الـ values؟ حتكون كورس أجريجيت and فاين أجريجيت. إذا كانت الكورس أجريجيت 60% فاين أجريجيت 40%، كيف حيكون الـ bulk specific gravity؟ حنحسبها as a average، فحتكون bulk specific gravity average equal. أول شيء خلينا نبلش في الكورس، كم نسبة الكورس؟ 0.6، أوكي؟ كم الـ bulk specific gravity already بتكونوا حاسبينها or given؟ فهذا for the course aggregate plus 0.4 over the bulk specific gravity for the fine aggregate وبالتالي ايش نوجد؟ ما يسمى bulk specific gravity average. اوكي طب لو كان في عندنا على فرض course aggregate fine aggregate على فرض كان في عندنا اللي هي بحجم محدد ونوع اخر كان عندنا silica sand وكان ايش عندنا ال bulk specific gravity ايش حتكون؟ نفس الشيء b1 over the bulk specific gravity or 1 over b1 over bulk specific gravity plus b2 plus b3 and so on. ومرة أخرى هلا هذا بالعادة بجرب الجينت ويت نحن إذا بنصير في اللاب يكون في عندنا بجرب أو الجينت ويت في عندنا يكون different samples عينة فاين عينة كورس وعندنا أيضا ضد عينات أخرى بالأغلب إيش بيكونوا عندنا blended يعني خليط. فبالعادة بنستخدم نحن هذا الشرط.
This is for the cars. What about the fine aggregate? هلا إذا بنحسب الـ bulk specific gravity or the specific gravity for the fine aggregate. وهنا الطريقة ما تسمى Technometer method. هلا ما تسمى Lachetelle flask or the Technometer method. وهذا الطريقة إذا بتسمع هذا المصطلح مسبقا نحن استخدمناها to compute the specific gravity for the cement. وهي بالأغلب مناسبة للـ fine materials. إحنا هون نستخدم نحكي عن أهم الإكويبمنت اللي حتم استخدامهم. طبعا احنا في عنا this is the backnometer of the flask وهذا الفلاسك فيديو مارك الى حجم محدد. هذا يتم استخدامه نحن الموجود عنا في اللاب. نستخدم الفلاسك سعته 500 مل وارد في عنا ريد مارك موجوده حتى او للحجم ال 500 مل. هلا في عنا نحن this cone وفي عنا this chamber وهلا حنحكي ايش حنستخدم هذا الكون. وفي عنا اذا بتشوفوا عنا في البلو دراير وهذا فعليا هي بالعاده لما يكون في عندك فاين ماتيريال كيف بتنشفها. أسهل شيء تستخدم ما تسمى بالبلو دراير أو هي أي تيار هواء ساخن. هلا نحكي عن التجربة. نفس الشيء حتى نحن نحصل على عينة تكون ساتشوريتد سيرفيس دراي العين أو ديفاين أجريجيت. مثال فور ديفاين أجريجيت السايت الرمل. حتكون أيضا شيء أيضا نفس الشيء ساكند إن ذا ووتر فور 24 أورز حتى نضمن إنه كل البورز فولي ساتشوريتد. هلا كيف نحن حنشرحها؟ حنعرضهم إلى تيار هواء ساخن. أوكي؟ تيار هواء ساخن بعد هيك. هلا الفكره انا اللي هي اللي احنا الشيء اللي وصلنا له هل كان تيار هواء ساخن نشرت العجينه كامله او كان ما زالت رطبه؟ لهيك بنستخدم ما يسمى كون تيست. اوكي هذا في اللاب ايضا بنعمله كون تيست. بين this is the cone and this is the sample. Add the sample on the cone in two layers. حنضيف العجينه على طبقتين. هلا تامب each layer 20 times يعني بنعمل دمك لكل طبقه 20 درجه. فبنعبي تقريبا الكون الطبقه الاولى دمك. بعد هيك بناخذ الطبقه الثانيه وايش كمان ايضا من نعمل سيرفيسي. هلا ايش يكون شكل العينه؟ تاخذ شكل الكون. كيف فيني اعرف؟ هلا اذا عملنا ريموفينج للكون ونحرك العينه تماما ايش العينه بتكون؟ بتكون دراي. فاوريدي نحن ما وصلنا لهذا الشكل. وهي الفكره نحن اذا بنحرك العينه بشيء بسيط باستخدام التامبر ايش العينه المفروض؟ تنهار جزء منها او الجزء الاكبر منها. لكن اذا العينه كانت متماسكه تماما ايش بنكون نحن لساتنا؟ بس العينه ما حصلنا على الساتشوريتد سيرفيس دراي. هلا افتر تشيكينج او نحن بعد ما نعمل تشيكينج فور ذا ساتشوريتد سيرفيس دراي كونديشن ايش هلا بنبلش بالتجربه؟ ايش هي خطوات التجربه فور ذا فاين اجريجيت؟ هلا بدايه حيكون في عندنا ايضا في عندنا ويت. هلا بالبدايه حيكون في عندنا ساتشوريتد سيرفيس دراي ويت يعني العينه بعد ما عملنا تشيك انها ساتشوريتد سيرفيس دراي حنوزنها. موجود عندكم باخر المحاضره لاخر محاضره نحن اخذناها انه في عندنا سامبل او اوريدي في عندنا ستاندرد ماس فور ذا سبيسفيك جرافيتي من 400 الى 1000. اوكي من 400 الى 1000 نحن في الاغلب في اللاب ناخذ 500 جرام. لكن لو قلت اخذت 600 جرام هل عندي تكون مشكله خطا؟ طبعا لا. لان اوريدي اجين الويت ايش هو؟ من 400 الى 1000 في اللاب بناخذ 500. فبدايه بنوزن 500 جرام from the saturated surface dry sand from saturated surface dry fine aggregate. بعد هيك نحن هاي العين. Add water to the flask up to the mark. في هنا again mark أو with mark موجودة on the flask. فحنضيف نحن المياه. حنضيف المياه باستخدام هذا الفراسكن كون هذا المخلوط الناقص. حنضيف مياه up to the mark. المارك already موجودة on the flask. بعد هيك حنوزن المياه او حنوزن العينه الفلاسك وذ ووتر. هذا الوزن ايش هو؟ هذا الوزن بي. نحفظ ايضا الرموز. This is a fine aggregate. Mass of this flask with بتكون filled with water to the mark. في عندنا بارك في عندنا اوريدي مارك موجود. بعد هيك بيتم تفرغه المياه ممكن نخلي جزء بسيط من المياه او يتم تفرغتها. هلا بنضيف العينه which are sample اوريدي 500 اللي احنا وزناها مسبقا. لهيك هلا حتى بس نتفق فيه انه حنسميه S equal saturated surface dry weight. مثلا for this sample كم بتكون عندنا؟ 500 جرام. اوكي فينا نسميها S saturated surface dry weight. حنعممها بشكل اكثر. هلا بعد هيك حنضيف العينه كامله المفروض نضيفها كامله 500 to the flask. حنضيف هلا water. هلا في الاغلب ما بنضيف تو ذا مارك بالضبط بنضيف مي قبل هيك. حتلاقوا انه حيصير في عندكم بابلز وهي الفكره في عندنا فولتس بالعاده انت لما تضيف اي شيء تو ذا ووتر ايش بسبب عندكم بابلز؟
المفروض احنا في التجربه حتى نكون مخبين اكثر ايش نتخلص تماما من الباثوجنز. وهنا الطريقه بتكون سهله انه ناخذ نحن الفلاس نفسه بالعينه وبلش ايش نعملها رولينج. تعمل رولينج على اساس ايش نتخلص تقريبا من معظم الفويدز، والفويدز ايش بتصير تظهر نحن از بتكون از بابلز بتكون اون ذا سيرفيس. فمثلا هذه الخطوه بس حتى اورجيكم شايفين كيف عم بيحدثها اما على باطن اليد او حتى على اون ذا تيبل او اون ذا بنش الموجود في اللاب. تقريبا لما ننتبه انه ما عاد في عندنا بابلز ايش هلا بنضيف المياه ايضا ايش اب تو ذا مارك ذا سيم مارك. هذا الوزن ايش بيكون عباره عن سي mass of the aggregate saturated surface dry اللي حضرناها كامله plus 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 water كمان up to the mark. بعد هيك بنفرغ العينه كامله، المفروض ما يبقى ولا شيء داخل الفلاسك، حتى لو ضفنا مياه على الفلاسك مره اخرى ووظفناه ما في مشكله، لانه هيك نحن حنضيفها بالفرن لمده 24 ساعه وايش تماما حنعرضها لتيار هوائي ساخن او حنروح حراره الفرن حتى نحصل على الاوفن دراي ويت. فالاوفن دراي ويت فور ذيس سامبل اوفن دراي ويت حتكون ايه؟ Again using these samples او these samples حتى نقدر نحن نوجد البلك سبيسيفيك جرافيتي. فمثلا الدراي هي A over 500 plus B minus C. Saturated surface dry اللي هي حتكون 500 على، بس كتوضيح ايش هي ال 500؟ 500 again هي S او Saturated surface dry weight. يعني for an example اذا كنت انت في اللاب ماخذ 600 قديش حتكون هون؟ حتكون 600 ننتبه على الوزن. وايضا هذا حساب الابسربشن. وحتى نوضح الفكره بس بتاع as a numerical sample او numerical example مثلا wait for the saturated surface dry weight in air equal 2000 جرام. طب احنا بنحن عين ناخذ for the aggregate ناخذ العدد 2000 جرام. weight of the aggregate او weight of this weight in the water تكون هي تكون عباره عن 1250 جرام. And weight of the oven or weight oven dry weight of the dish of the bread, we have a table for now, and we have around 1,000, around 950. The number compute the specific gravity for the aggregate. How much will appear it? How much will the specific gravity of the dry and between a short surface dry and absorption? بشكل سريع هلا. Appearance specific gravity هي عبارة عن A, A minus C. بلك سبيسيفيك جرافيتي دراي هي عبارة عن A B minus C. بلك سبيسيفيك جرافيتي ساتوريتد سيرفيس دراي عبارة عن B B minus C. And the absorption هو B minus A over A 200%. اوكي رتب هلا الرموز. هلا نحكي this is the course aggregate هي يعني already من الويتس او من يعني من التجربه. فبالتجربه نحن الاجريجيت او الكورس اجريجيت حنستخدم displacement method. فايش حيكون في عندنا؟ oven dry weight saturated surface dry and weight of the aggregate in the water. لكن اذا نحكي عن نحن عن البيكنوميتر ميثود المستخدم للفاين اجريجيت ايش حيكون عندنا؟ حيكون عندنا weight of طبعا saturated surface dry weight for the fine aggregate water plus flask والعينه plus water plus flask. بداية حتكون الـ weight أو saturated surface dry weight هو B. weight of the aggregate in the water C and oven dry weight is A. بركز بس في gravity dry هي عبارة عن A B minus C مثل ما نحن موجود في الأعلى. بركز بس في gravity saturated surface dry هي عبارة عن B over P minus C. الـ appearance هي عبارة عن A over A minus C. وإذا بنحكي for the absorption فهي عبارة عن B minus A over A 100% as a percent. فديس از ذا كومبيوت. فعلى فرض لو كان عندك هذه الارقام وكان بتحط الامتحان كومبيوت بارك سبيسيفيك جرافيتي او من دراي في الكورس اديت ايش حتحصل؟ حتحدد بهاي الحاله A B and C حتى لو تشوفها. اجين دول اللي حفظ اوكي الرموز بالمعادلات حفظ. وفي اللاب حتى حيكونوا مطلوبين منكم حفظ ما حيكونوا جدا يعني. فبلكوا تحفظوهم على جوك الامتحان. واضح كيف اوجدنا او واضح كيف اوجدنا الفاليوز فور الكورس اديت؟ هلا عادة بالتجارب الأخرى اللي جدا مهمة ما يسمى limit weights، the bare limit weight aggregate أو ما يسمى bulk density. بشكل عام نحن لما يطلب منك تحسب density for any material، إيش density عبارة عن؟ فيك تسميها mass density أو weight density، إذا بتاخذ الـ weight in kilonewton أو بتاخذ الـ mass in kilogram، فهي عبارة عن the mass over the volume. وطبعا
من هذه التجربه نفس الشيء احنا رح ناخذ ماسك اجريجيت بدنا انه كونتينر وفي الاغلب هو سلندر. هذا الماس اوفر ذا فوليوم ايش بيعطيني؟ ايش الفائده من حساب هذا التجربه؟ وهذه التجربه بالعاده ايضا من اهم التجارب اللي بيتم اجراءها على العينه او عين الاجريجيت سواء كانت كورس او فاين او بلندد يعني خليط. انزين اذا بنعرف اول بدايه اول احنا بنعرف هذا الامر الاكتوال واي او الفال دنسيتي The actual mass that would fill in a container of unit volume. This is used to convert quantities by mass to quantities by volume. For بمعنى آخر إذا أنت بتحط أمانك unit weight إذا حتحول شيء من volume to mass أو حول من mass to volume إيش بيعرف المستخدم يسمى unit weight أو density. هلا unit weight for the average إحنا إيش اللي بيهمنا أو إيش المقصود في هذه الحالة؟ Measure the volume that the graded aggregate will provide in complete and includes the solid aggregate particles and the void is in the focus of what? Voids between the aggregates. The pores already take some aggregate. معنى آخر نحن لو ناخذ سلندر ونضيف فيه aggregate. هذا اللي يعني ايش بيشمل هو هذه العينة الاجريت موجودة in this cylinder in this container. هذا الشيء بيشمل الفوليوم فور ذا اجريجيت يعني الفوليوم اوريدي احنا بالاضافه للفوليوم ايش بتكون؟ بتوين ذا اجريجيت بارتكلز. هل العينه كومبليتلي حتكون كلها اجريجيت تماما؟ لا اكيد ايش حيكون في عندنا؟ حيكون في فويدز. فهذا ايش يسمى فويدز؟ وبالاخر هذا شو ما يسمى فويد ريشيو فنحن ايش بنحسبه فعليا من طريقه الحساب. هلا هذا في ما ايش هي المهمه؟ او ذيس از فويد ريشيو في الاغلب بدك تضيف انت هلا ايش يعني اجريجيت سوري ايش يعني كونكريت؟ ان اجريجيت فاين اند كورس حناخذ الخلطه الاخرى ما يسمى بالمورتر اللي هي ساند بلس ووتر بلس سيمنت وحنضيفها اون سلندر فهي ايش المورتر بس ايش المورتر هذا حيعمل حيحفل فيلينج ذا بوت ونحن المهم فينا ايش المهم فعليا هذا البوت قبل ما نبدا المحاضره بس نحكي عن الفرق انسيتي بالعاده بتعمل ريفليكس او فينا نحن فروم ذيس فاليو ايش فينا ناخذ دلالات على فاليوز اخرى وبعدين نحن ليش عم ندرس كل هذه الامور؟ لانه نحن بحنا احد المكونات الاساسيه فور ذا كومبليت ذا اجريجيت في دراسه الاجريجيت هي مهمه نحن حتى نوصل للكومبليت ركز بس في جرافيتي دنسيتي ريفلكس باكينج اوف اجريجيت فعليا وهنا نحن فينا نحكي الاجريجيت كفينا طبعا هون بتكون على او الاجريجيت كيف بدنا بيتها وثاني هذا الشيء بيكون مهم شيء في اجريجيت بارتكلز كيف بدنا نحدد هذا الشيء هلا انه اليونت ويت هلا اليونت ويت لها علاقه مع الفويد ريشيو يعني كل ما زاد الفويد ريشيو ايش اليونت ويت بتطلع كل ما قلت الفايد ريشيو ايش بتزيد اليونت ويت هذا شو دخل في الشيبس بالعاده لما يكون عندك انجولر شيب ايش بكون في عندك فويد ريشيو عالي لما تكون راوند ايش ما بتكون هلا العينات او العينات تتجمع بطريقه ايش بتقلل الفويد ريشيو السايز ديستريبيوشن هي موضوع اللي هي ما يسمى بالجريدنج او اللي هي مصنيف العين حسب الاوزان وهذا ايضا بيعكس نفس الشيء فالعينه بالعاده هي العينات حجمها كبير على الفرق او العينات حجمها اصغر وهنا في اللاب تطلب بالعاده المقررات اذا كان عندكم عينه كلها كوس عينه كلها فاين وعينات اخرى اذا كانت خليط بينها وطبعا اذا نحكي ديجري اوف كونتراكشن لانه احنا في التجربه او احنا نشرح ما يسمى لوز يونت ويت وحناخذ شيء ثاني ما يسمى كونتراكتيفيتي اوكي انا حنفكر في هذا السلايد بس تذكير باقي المحاضره او باقي الاجريجيت كامل انا حصوركم او تسجيلكم فيديو كامل بالتفاصيل وحشرح اخر شيء بالووتر تشابتر الووتر تشابتر هو عباره فقط بفايف سلايد حيحكي بس مواصفات الووتر المهمه في الجهه اوكي هذا الشيء احنا